موضوع الحوادث المرورية. يعني أنا يعني لو تكرمتم، أنا ما بتكلم على ولاية الخرطوم، يعني ولاية الخرطوم دي إحدى ولايات السودان، أنا بتكلم على السودان كدولة، السودان ككل مدن، كل الولايات، كل شبكة الطرق العمومية في السودان. الحوادث المرورية في الخرطوم وفي مدني وفي بور السودان وفي الفاشر وفي نيانة، في كل منطقة من السودان الناس يعانوا من موضوع الحوادث المرورية. قد تسمع عنها أو قد لا تسمع عنها، لكن كثير من الأسر يعني فجعت يعني سيدات ترملت وأولاد يتامى بسبب الحوادث المرورية. الحوادث المرورية هي يعني هي مشكلة دولية يعاني منها العالم من عام 1925، إنه ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية إنه أكبر مسبب للموت في الولايات المتحدة الأمريكية وقتها كان حوادث المرورية. وقتها هم طلعوا برنامج السلامة المرورية، هم لقوا إنه، فقالوا هم بلغتهم إنه الطرق بتحصد أرواح المواطنين، فنحن نجعل للموت سبب آخر ياخذ أرواح المواطنين غير الطرق، بدلا عن الطرق السريعة، بدلا عن الطرق وعن كده. فبدأوا بتطبيق برنامج السلامة المرورية. فإذا تكرمت أنا يعني بحب نقول الموضوع ده من حوادث لسلامة مرورية، لأنه هو دي المظلة اللي بتشمل موضوع الحوادث. يعني فكرنا نحل موضوع حوادث، أنت ممكن تفكر مستويات الخرطوم، أي نعم في مشكلة بتاعة تخطيط حضري، في مشكلة بتاعة طرق ضيقة، في مشكلة بتاعة يعني مخططات سكنية بتطلع تتباع أراضي لناس بدون ما يكون في تخطيط، بدون ما يكون في شبكة طرق، بدون ما في دراسات